برأيك هل انتبه إسرائيل إحساس زائف بالأمان جعلها تتجاهل قدرة حماس على تجاوز منظومة القبة الحديدية؟ أتحدث عن 7 أكتوبر. طبعا إلى حد معين ما جرى في الجولات السابقة لدخول إسرائيل لحرب مع غزة ولطبعا ضرب غزة في أكثر من حرب، رأينا بأن القبة الحديدية كان لها يعني بعض من النجاح، وكان هذا موضوع واضح من قبل الإسرائيليين، وبدأت إسرائيل تسوق هذا على أنه يعني هو الملاذ الآمن الأساسي والأول في العالم، وأنا تستطيع مواجهة حماس بكل مرحلة يمكن أن يفكر حماس بضرب إسرائيل بصواريخ أيا كانت. وبالتالي يعني ساد إسرائيل يعني جو من العنجهية وطبعا الطمأنة الزائدة بأن لا قدرة لحماس ولا لأي قوة عن طريق الصواريخ أن تضرب إسرائيل، لأن إسرائيل لديها القبة الحديدية وأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها بكل سلاسة وبكل بساطة، وأن الولايات المتحدة كونها شريك في مشروع الحيتس أو مشروع هذه الصواريخ سوف تمول كل الخسارات الإسرائيلية التي يمكن أن تكون، ولذلك رأينا بشكل أو بآخر نوع من الطمأنة من قبل إسرائيل. ولكن على أرض الواقع يعني رأينا بأنه حماس استطاع أن يستعمل طرق مختلفة أخرى في مواجهة إسرائيل، وهذه الطريقة لم تعهدها إسرائيل من قبل، ولم يكن هناك توقع إسرائيلي مطلقا بأن تقوم حماس بمثل هذه العملية التي فاقت كل التوقعات على المستوى العسكري الإسرائيلي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني إسرائيل في السنة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة كانت مشغولة بشكل أو بآخر بالخلافات الداخلية، وأنت تعلمين بأنه عشية الحرب كانت هناك ما يسمى بالانقلاب القضائي والاحتجاجات، الحكومة الإسرائيلية التي كانت تدافع فقط تريد أن تبقى في الحكم وهذا ما كان يهمها، وطبعا القوى اليمينية المتطرفة كانت تريد أن تسيطر على الساحة من خلال سن قوانين تعسفية ويمينية متطرفة. وهنا دكتور يعني التساؤل، لماذا تنفق إسرائيل كل هذه المليارات على الذكاء الاصطناعي، على تطوير نظم الحرب، ولم لا يوجد عاقل قال دعونا ننفق هذه المليارات على حل هذا الصراع بدل من التفكير بطريقة إدارته؟ أولا يعني مفهوم إدارة الصراع هو مفهوم يميني لدى بيبي نتنياهو منذ توليه الحكم، وكان طبعا من سبقوه في ولاية الحكم من الجانب اليميني كانوا يتحدثون فقط عن إدارة الصراع وليس حل الصراع، وهذه هي السياسة الأساسية التي كانوا يريدون أن تستمر إلى مدة أطول، ومن خلال ذلك يستمرون في الاستيطان، وأن الاستيطان يصبح عقدة أساسية في إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي يصبح إمكانية إقامة دولة فلسطينية إمكانية غير واردة مطلقا وغير واقعية، وبالتالي يبحثون عن يعني حلول أخرى منها الحصول على أراضي إضافية من شمال سيناء أو من أماكن أخرى يستطيعون أن يوطنوا الفلسطينيين فيها، وهذه هي الخطة اليمينية. اليمين يؤمن بأرض إسرائيل الكبرى ولا يؤمن بإمكانية أن يكون هناك دولة فلسطينية ولا بتسوية مع الفلسطينيين، وأن لا حق للفلسطينيين أن يعيشوا في هذا المكان، وبالتالي هو يستعمل كل الطرق الممكنة من أجل تأجيل موضوع البت في القضية الفلسطينية حتى يصبح واقع فيه إمكانية إقامة دولة فلسطينية هو يعني غير واقعي، وبالتالي طبعا لا يكون هناك حاجة أصلا أن يكون هناك حل على حساب إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا يعني اليمين كان دائما يحاول إعلاميا وخاصة بيبي نتنياهو من خلال توظيف طاقات إعلامية كبيرة جدا، وسائل الإعلام في إسرائيل مسيرة بشكل كامل ومجيرة لصالح اليمين المتطرف، وبالتالي هي تبث الدعاية الواضحة بأن إسرائيل قادرة وأن جيش الدفاع الإسرائيلي يستطيع أن يصد. لكن إسرائيل تجاهلت تحذيرات الجنود على الجبهة، كان هناك تحذيرات كثيرة، فضلت الاعتماد ربما على هذه النظم الحربية. إلى أي حد يعني هناك ربما سيدار حلقة محاسبة بعد انتهاء هذه الحرب للمسؤولين الذين تجاهلوا هذه النداءات وفضلوا الاستطلاعات الرقمية؟
طبعا هناك مطالبة واضحة من جهات مختلفة من إسرائيل، وخاصة قوى المعارضة، بأن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وكون أن الحكومة أو هذه الحكومة تجاهلت بشكل معلن كل التحذيرات العسكرية التي كانت تتوقع أن يكون هناك ضربة من قبل حماس، وأن هناك تحرك واضح من في الجانب الفلسطيني من الحدود، وبالتالي لم يكن هناك ردة فعل، لأنه اليمين يعني كان اولا يعني مطمئن بشكل كامل بان من الجانب الفلسطيني من غزه لن يكون هناك رده فعل، لن تستطيع اسرائيل الوقوف طيب امامها. وضحت الفكره. من ناحيه اخرى كان هناك يعني تحويل للطاقات العسكريه بشكل واضح الى الضفه، وراينا ان في فتره حكومه بيبي نتنياهو قبل هذه الحرب وطبعا بعد الحرب، القوات الاسرائيليه دخلت الى الضفه بكثافه كبيره لتحمي المستوطنين، لتزيد من إمكانية بناء مستوطنات بكثافة أكبر بكثير، والاستيلاء على كل مناطق سي التي هي بسيطرة إسرائيلية كاملة، والتضييق على الفلسطينيين بشتى الطرق الممكنة، وذلك من أجل أن تحكم قبضتها على وضحت أكبر فكرته. من الأرض الفلسطينية، ومنع إمكانية أن يكون هناك أي إمكانية لتسوية، حتى لو كان هناك حكومة يسارية تؤمن بإمكانية أن تقوم دولة نعم. فلسطينية. سأنتقل إلى بيروت.